اهلا بيكم. النهارده موضوعنا هنتكلم فيه عن موضوع جواز الفنانه تحيه كاريوكا السري من الفنان والمطرب محرم فؤاد. قرب مفاجئ وفراق مفاجئ كان بيحصل ما بينهم، انتهى بالطلاق في الاخر، بس حصل شويه احداث كده غريبه ما بينهم وما بين الفنانين في الوقت ده. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، بس ما تنسوش الأول تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. كان الوسط الفني بأكمله بيترقب أن يحصل خلاف بين تحية كاريوكا اللي كانت متزوجة من محرم فؤاد سرا، لكن أن الموضوع بعد كده اتطور أن تحية كاريوكا كانت علاقتها بمحرم فؤاد اللي هو كان زوجها الحادي عشر كانت علاقة غريبة. فحصل بعد كده شكوى من علاقتها بمحرم فؤاد اللي تحولت فجأة بأن هي لم تعد تطيق تصرفاته اللي كانت بتسيء إليه وإليها، وفقا لما نشر في سنة 1960 بعنوان حقيقة الخلاف بين تحية ومحرم. لم تسلم تحية كاريوكا من لوم زملائها وزميلتها، واتهموها في الوقت ده بأن هي السبب في غرور محرم فؤاد الزائد عن حده، وخاصة إن كان حينها في بداية مشواره الفني كان لسه صغير، والغرور ده جعله يشتبك مع كل فنان وفنانة، وكان بيحدث خلاف ما بينهم بدون داعي، مما جعل كل الذين اختلفوا معه لم يلقوا اللوم إلا على الفنانة تحية كاريوكا، واعتبروها إن هي اللي كانت بتشجعه على تصرفاته الغريبة بسبب موقفها السلبي من أعماله وتهورها في الدفاع عنه. حتى ان حصل خلاف بينها وبين الفنانة شادية بسبب الموضوع ده، لان في احد المرات دخلت شادية الكواليس احد الحفلات اللي كانت هتغني فيها، ووقف طبعا الرجال المتواجدين وحيوها تقديرا لها واتباعا لقواعد الاداب في ذلك الوقت، ولكن الفنان محرم فؤاد كان في الوقت ده موجود ولكنه ظل جالسا، فضل قاعد ومحاولش ان هو يقوم ويحيي الفنانة شادية. بس الفنانة شادية كانت ذكية جدا وخدت بالها من التصرف ده. البعض ظن ان هي ما خدتش بالها او ما حستش بالواقعة دي، ولكن بعد كده هي بين تصرفها ده لما قابلت الفنانة تحية كاريوكا بعد كده، وما حاولتش ان هي تسلم عليها او حتى تبص لها. تصرفات الفنان محرم فؤاد لم تقتصر فقط في الوسط الفني، بل امتدت لأسرة الفنانة تحية كاريوكا نفسها، فأسرتها سخطت من علاقتها بمحرم، ومنها شقيقتها وابنة أختها رجاء الجداوي اللتان امتنعا عن دخول منزل تحية منذ عودتها من لبنان، وقالت إحدى صديقات تحية إنها سمعتها تنصح محرم بضرورة تحسين علاقته بزملائه، ولكنه كان يتلقى هذه النصائح بسخرية واستهتار. ولما اشتد الموضوع في الوسط الفني حول صداقة تحية بمحرم، أرادت إن هي تفسر هذه العلاقة، ونفت إن هي هتتجوز بمحرم فؤاد، ونفت إن هي مخطوبة لي، ونفت مجرد فكرة الزواج منه، وقالت إن كل ما بيربطها بيه هو تشجيع لموهبته. وطبعا الكلام ده ما كانش ليه أساس من الصحة، لأن في الوقت ده الفنانة تحية كاريوكا كانت متزوجة منه بالفعل، لكن محرم كان بيظهر معاها في كل مكان ومحدش كان مصدق ادعائها، لانهم ايقنوا بعد كده ان علاقتها المقربة يجب ان تنتهي بالزواج، والا ايه سر الاهتمام بهذا الفنان يعني على حد قولهم الجديد في هذا الوقت. فقد توسطت له لدى احد المنتجين وحلت خلافا بينه وبين محرم، واهدت احد الملحنين سلسلة مفاتيح ذهبية لسيارته ليتعهد محرم، ووعدته كمان ان لو الفنان محرم فؤاد كبر وذاع صيته هتجيب له سيارة. كل التصرفات دي كانت بتقطع بان نفيها للزواج من فؤاد غير حقيقية، لحد ما حصلت مفاجأة حيث لاحظ اصدقائها تغيير ملحوظ في علاقتها بيه، لما طلبت منه ان هو ما يزورهاش تاني في بيتها الا في المواعيد المناسبة لزيارة الضيوف، وكان قبل كده محرم بيتواجد عندها وقت ما يحب، كان ممكن يتناول الغداء والعشاء معها وما يفترقوش إلا وقت النوم، وده على حد قول المقربين من الاتنين. أما عن نهاية علاقتهم بقى، فبدأ محرم فؤاد يحس بالتغيير اللي حصل جوه الفنانة تحية كاريوكا، وكان بيستشيرها في كل الأمور ومنها الأدوار في الأفلام اللي بتجيله،
واتصل بيها خلال خلافهم وطلب مقابلتها ليستشيرها في السيناريو، ولكن هو اتفاجئ بان هي بتقوله انا ماليش دعوة، وحاول ان هو يناقشها بس هو اتفاجئ بان هي حطت سماعة التليفون في عنف، يعني قفلت في وشه. كانت عربية تحية البكار تحت تصرف محرم فؤاد، لكن هي بعد كده طلبت منه مفاتيح العربية وقالت له ياريت تسيب المفاتيح، وده طبعا بناء عن الكلام واللي تداول بعد كده ما بين الفنانين واللي تم نقله عن طريق الناس اللي كانت بتشتغل في منزل الفنانة تحية كاريوك. وقالوا الكلام ده حصل بالفعل، وان بعد كده الفنان محرم فؤاد كان يعني شبه بيتحايل عليها في كثير من الأوقات، ولكنه تفاجأ بهذا الانقلاب وصرح كل من يقابله ان هو مش عارف ايه سبب تغيرها. وقابلها صدفة مرة في احد الملاهي ومعاها فنانين وفنانات، ورحبت تحية به على الترابيزة بتاعتها. حاول محرم في اللقاء ده ان هو يعاتبها لمعرفة سر ابتعادها عنه، ولكن هي صدته بقوة ولكن بلطف في آن واحد، وحولت الحديث لمواضيع تانية. ولما قامت علشان تمشي فوجئت بيه ان هو بيركب العربية معاها، واستفسر في الطريق عن معرفة سبب تغييرها. ولكن بعد كده برضو في نهاية الطريق لما وصلها للبيت ما قدرش ان هو يعرف ايه السبب المباشر في تغير الفنانة تحية كاريوكا، وبدأت ان هي تتوه في الكلام، وبدأت ان هي تختلق حوارات تانية وهو بيوصلها علشان ما تحاولش ان هي تتطرق للموضوع. ما اديتهوش فرصة الفنانة تحية ولا اجابة، ودعته عند الباب. وبعدها وصل الخلاف للشرطة، ولكن كل منهما رفض الافصاح عن اي تفصيل، وهي كمان اعتذرت عن ابداء اي اسباب، وقالت ان محرم عندي زي اي فنان، وانا بحب زملائي وزميلاتي وبعطف على الناشئين منهم وببذل كل مالي ووسعي لمساعدتهم، واللي احب ان يعرفوا الناس ان علاقتي بمحرم مجرد علاقة باي فنان تاني، وما حدث اخيرا ليس من المستساغ ان اتحدث عنه ما دام الامر في يد الشرطة. وده طبعا لما حبوا يسألوها عن سبب العلاقة اللي كانت جميلة جدا بالفنان محرم فؤاد، واللي تحولت بعد كده لعلاقة سيئة جدا، ولكن ظاهريا كانت علاقة عابرة. من المعروف ان الفنان محرم فؤاد اتجوز بعد كده من الفنانة عايدة رياض، وكان متزوج كمان من الفنانة جورجينا رزق، وكمان كان متزوج من مذيعة مشهورة ولكن لم يتم الافصاح عن اسمها. من المعروف ايضا الفنانة تحية كاريوكا كان ليها عدة زيجات زي الفنان رشدي اباظة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا.